والله ذبحتهم ذبحه مي طبيعيه. اهلا شباب اللي جو انضموا معنا بتختيم لعبه سكايرم. كنت معاني في الجزء الماضي صراحه او في الحلقه الماضيه اني اذبح الاثنين هذول، لكن الحين ذبحتهم وباخذ منهم الاشياء اللي عندهم. انا كنت ابغى الاشياء هذه السكرولز اللي عنده، وابغى هذه increases armor rating by 60 points and negate up to 60 point of spell damage or effects. هاي تعطيك armor على اللي انت حاطه عندك. ف راح نحط use، تعلمنا spell جديد. راح اخذ ال poisons اللي عندهم او السم، راح اخذ هذا الشيء. هذا خاتم تلبسه، راح البسه، راح يعطيني destruction. راح اخذ هذا الشيء معي برضو لاني ابغى بيعه بس، ولا انا ما احتاجه اساسا. ففسخنا الرجال مساكين. الفن داجر ما احتاجه لانه مو بذاك القوه يعني. راح افتش الاخ اللطيف ذا، شوف ايش عنده. راح اخذ الجرانيت من عنده، راح اخذ الجولد وبس، ما احتاج منه شيء ثاني. فنشوف ايش فيه هنا. اتوقع فتشنا المكان ذا. اي فتشنا المكان هذا. خلنا الحين نروح هناك ونتكلم مع الرجال اللي كانوا يهاوشونه المسكين. او صح، خلنا نشوف الماجيك اللي تعلمناه، الخدعة الجديدة اللي تعلمناها. هي في مو في الالوجن، لا ولا في الدستركشن، في الريستريشن على ما اظن. ايوه هذا الشيء، increases armor. ف نحط هذه فيفورت، نحطها على اليمين. خلينا نشوف شلون تعطيني بس زي الدرع، لكن مرة تستعمل شو اسمه مانا مرة كثير، ف ما تفيد. تفيد اذا كان عندك مانا مرة كثير اوكي، لكن ما تفيدك ابدا يعني بالهذا. فنروح الحين ننزل نشوف نتكلم صديقنا. بس خلنا ناخذ اللي في الصندوق اول قبل ما نكلم صديقنا، لان احنا نبغى بس هذا الشيء، جايين عشان دالفين. ونشوف اذا في بوشنز هنا ولا هنا، عشان نحتاج احنا بوشنز، او نقدر اننا شو اسمه نهيل نفسه. يعني نكلم الرجال اللطيف هذا. I told you I don't know anything else about it. Not here to torture you. Okay. يقول انا مو قاعد اقول انا مو عشان نعذبك. يلا. Yeah. Come on. This way. I've seen the guards using hybrid bodies. Not done here. Hold on. يلا روح امشي. No problem. المهم فكنا من مكانه. الحين ندور على الاشياء اللي هنا. يمكن في شيء هنا ولا هنا. وش ذا وراهم قطعوه؟ من قطعين هنا؟ ما ادري والله. المهم في صندوق وفي فتحه، ما ادري وش ذا، لكن نبغى الصندوق حنا. جولد ماجيكا اوكي حلو. وش في بعد؟ دو ما في شيء. هلا وسهلا وراك، ايش فيك تمشي كذا؟ ابغى اشوف بس الخريطة دقيقة، ابغى اتاكد انا وين بروح بالضبط. اوكي احنا نبغى نروح، اكيد نبغى نروح من هنا. ف يلا نمشي نفتح بس ال ايش دعوة. طب اخذنا الكي حنا، مو بالكي كان فوق معنا الكي. دقيقة كيز، مو بهذا هو interrogation chamber 2؟ لا مو هو، ما نقدر نفتح، يمكن لازم نروح نجيب كي ثاني او مفتاح ثاني. ف ممكن يكون هنا هنا ولا هنا. ايش ذا؟ مو بصندوق ذا، ممكن هناك. اوه في بوشن هناك اصلا، نروح هناك نشوف البوشن. هو غريب المفتاح ليه ما يفتح، ما ادري ليش. ممكن يفتح الباب هذا، ايه يفتح الباب ده. شيلد، ما نبغى الشيلد لانه مره ثقيل اصلا. نصيحة في سكايرم، بتموت كثير، بتموت مرة مرة كثير، ف لا يضيق صدرك عادي ولا تشيل هم، لانه بتموت مرة كثير وشي طبيعي جدا. شوف ايش في هنا، جولد بس ماشي، مو بذاك الزود. بوتس، ما نبغى بوتس. في احد هنا ولا ما كان في احد؟ انا ما اذكر تصدقون، والله ما اتذكر. هذه من اول المهمات في اللعبه فما اتذكر. اوه خلنا نفتح هذا الشيء.
او ما عندنا لوك. يا الله قهر قهر قهر، دائما انسى انه انا ما عندي الاشياء حقتي اصلا. ايش في شو هذا؟ لا رايق انا شوف هنا شيء، ما في شيء. رول اوف بيبر، كتب، هذا كتاب عادي بس ما اخذ اساسا يعني، حتى سعره بخمسة فما احتاج، باخذ بس اللي فوقي. هذه بوشن اوف هيلث، دقيقة، بوشن اوف هيل سوري. نحط الايتمز اللي نبغاها احنا، هذه فيفورت وهذه فيفورت وهذه فيفورت وهذه فيفورت، هذه مو فيفورت، ما ابغى مو فيفورت. شوف في الكتب احيانا ترى تلقى السبلز او تلقى السحر اللي انت تدوره اساسا يعني. اوكي اوه كنا هنا حنا اصلا صح، كنا هنا ايه. طب وين بنروح حنا اساسا؟ والله نسيت وين بنروح، المفروض اني اتذكر صراحة، لازم اني اتذكر، لكن ناسي ناسي وين، ناسي وين، لسه في قلبي كلام حلوة دي. اخ دقيقة، خلينا نشوف هذا وش يبي. I saw guards dragging bodies over here. Might be a way out. طيب وين المفتاح؟ المفتاح انا متاكد انه مفتاح اني ما اخذه من البني ادم ذا اللي ذبحته قبل شوي. وش دعوه يعني، ما يصير كذا. انا معي كم، معي مفتاحين اساسا، فشلون ما اقدر افتح الباب؟ ابي افهم. ولا اقدر اسوي لوك بيك يعني، ما اقدر افتحه بالعواد هذه، ما ادري وش يعني. هذا ما عنده مفتاح، وهذا مساكين فسخناه ولا عنده شيء، خذنا من عنده كل شيء. خلنا ناخذ الدجاج والستيك من عنده بعد، ولا ما ادري وش الشيء الثاني بعد اخذناه. ف مو معقول يعني انه ما يكون هنا المفتاح، اكيد انه هنا يعني. اخذناه من هنا وذبحنا هذول اثنين ومتنا 9 مرات هنا الظاهر. عاد من غير ما اسجل مت مرتين بس يعني، ف يبدو انه المشكله في التسجيل مو فيني انا. ف يا طيب طب وين الكي يا اخي؟ والله اني ما اذكر وين الكي، اتوقع يمكن هنا. لا بس ما بهنا، تفتح دورنا هذا الشيء ودورنا فيه ولا لقينا شيء. وهنا امتي، ما اخذنا كل شيء هنا. ما ادري وين الكي صراحة، ولا بهنا. طيب حنا هنا ايش في؟ جينا هنا حنا بس، انا بس اتأكد مرة ثانية بس. يعني هل معقول ان لازم نرجع لذاك المكان اللي يعني، مو معقول. وين الكي؟ وين الكي؟ وين المفتاح؟ ايرون ارمر، لا ما ابغى ايرون. شوف هنا، يمكن هنا، ما في، مو هنا. طيب طب انا ما اذكر وين الكي، لانه المهمه ذي اساسا مره قديمه، من اول المهمات اللي تسويها، ولا اذكر وين المفتاح فيه، هذه المشكله، ما اتذكر وينه يعني. لو اذكر وين المفتاح يعني ذبحنا هذول واخذنا منهم الاشياء اللي نقدر ناخذها اساسا، وفتشنا هنا وما في شيء، اخذنا مفتاح من الاخ اللطيف اللي ذبحناه هذا، و ممكن يكون هنا. لا لا مش هنا، خلنا نطلع فوق. ممكن هنا؟ لا مو هنا. متى
متأكد إنه مو في واحدة من هذول الأشياء، متأكد إنه يعني مو في دولاب ولا ذا، مو في واحدة الصنقف ما أدري وشو ذا، ما لا صار ضغط بس ما يخاف. ندور هنا ممكن ليش لا، اني استبعد انه يكون هنا اساسا لاني ما اذكر انه كان مفتاح هنا. هذا وشو هذه وشي، لا ما نبغاها. ممكن هنا، لا ممكن هذا، لا جولد ما نبغى، رول بيبر ما نحتاجها اساسا. ما نبغى تاركل زبدة، جت مهمة جديدة بس ما ادري وش هي، ما اذكر وش هي، مو ما ادري وش هي، ما اذكر وش هي. اصبروا، سولوشن اوف سترينث هذا تعطيك تخليك تشيل اكثر بس لا اكثر ولا اقل يعني. المسكين ذا ناخذ ذا، وينهم ذول من زمان ما، وانا ادورهم سيف، اشوف السيف شيلد ما ادري وشو. هاي جبه خلاص ما نحتاج جولد، ما نحتاج ذول. والله دخت انا ما عاد اشوف يعني، دخلنا ذا غرفة ما لقينا فيها شيء، هنا فيها شيء ممكن؟ لا طبعا ما في شيء، طبعا ما في شيء. تحت نزلنا كنا تحت حنا اساسا، جينا هنا وجينا من هنا اساسا ذبحنا هذول من هنا يعني، كان واحد اساسا بس. خلينا نشوف نرجع لهذولاك، دارك الفس ومسنونز سيلين خربيط. يقولك عن دارك الفس الريس هذا او البتاع هذا ما تشي بذا، ما ادري منه اصلا ذا، فجأة طلع كذا. سندو 20 ذا بجبها ويجب طيب ما ليش عدونه يعني، ما اتذكر والله وين مكان وين مكان هذا، بس بغير اللبس اللي انا فيه عشان ما انا اعرف الظاهر ولا ادخل اللي فيها بس خلنا نسوي سيف. فاي اعذروني والله، ما ترى ما اذكر لان هذه تعتبر من المهمات الاولى، ومن كثر المهمات في سكايرم تضيع فما تدري وش تسوي. فاتوقع اني بجيب العيد الحين وبموت اساسا. ف يعني احنا اساسا طلعنا من هنا يعني، طلعنا من المكان هذا. ف البوشن يعني اذكر ذبحنا هذول اللي هنا او سوينا مشاكل وذا، واذكر ما كان عندهم شيء اساسا. ف يعني هذا كان عند او صح باخذ هذا منه عشان يا عيبه. بس هذه المشكله انك احيانا تضيع في اللعبه، وشيء طبيعي طبعا، شيء طبيعي جدا انك تضيع، لكن مو بشيء طبيعي انك انت تضيع في اللعبه اللي انت لعبها من قبل زي انا يعني. لكن ما انلام، اللعبه مره فيها مهمات كثيره تنسيك صراحه، وتخليك تقول انه يعني يلا اتذكر المهمات الاخيره في اللعبه عشان اتذكر المهمات الاولى اللي كانت
مو بقول سهله لكن كانت. وش ذا؟ ليش كذا؟ ما احتاجك، ولا احتاج هذا. اعطني الكل اللي هنا. المهم هذا وش ما نبغى. لازم اتذكر مكان المفتاح، لانه هو اكيد انه مو في واحد من اللي ماتوا، لانه كل اللي ماتوا فتشناهم فسخناهم بالعربي، ومعقولة يعني ما لقينا منهم شيء؟ هذا امتي جينا هنا الظاهر، حنا اكيد دام انه امتي، ولا انه امتي كذا من قبل يعني واحد جاي سابقنا قبل. ممكن ليش لا. فاين بوتس، انا بس قاعد اجمع الذهب، صاير حرامي. طيب اعتقد ان جينا من هنا احنا صح؟ جينا من هنا؟ لا جينا من تحت. هنا وش وين ودينا؟ سكايرم. خلنا نفتح. ممكن تكون الحلقة هذه بس بحث عن المفتاح، حلقة البحث عن المفتاح. المشكلة ما عندي حتى لوك بيكس، يعني ما عندي اللي يفتح القفول، وذاك الشيء ما نقدر نفتحه الا لما معانا مفتاح، وانا ما ادري وين المفتاح هذا بعد، وناسي وينه. ما المشكلة انه ناسي وينه. احنا جينا من هنا، هذا ما عنده شيء متأكد انا. ما عنده ولا شيء، اخذنا من عنده حتى الاشياء حقته قبل اتذكر. لا هذا اللي فسخناه هنا، هذا اللي هاجمنا قبل شوي. بعدين دخلنا هنا، هنا في شيء؟ ما في شيء هنا. دخلنا هنا وهاجمنا اللي موجودين وذبحتهم. وين المفتاح؟ وين المفتاح؟ وينك يا مفتاح؟ وين؟ ذبحنا اللي هنا، و حتى قلت انه والله هذا ما ابغاه لانه بيعطوني واحد ثاني. بعدين طلعنا هنا، مو فوق، طلعنا فوق، بعدين جينا قررنا نزلنا تحت، فتشنا التشست ذا ما لقينا فيه شيء، بعدين نزلنا للحلوين اللي تحت وذبحناهم، وفسخنا الحبيب اللي هناك هذا هو. ما ادري وين صراحة، الى الحين ما ادري وين. يبدو اني لازم ارجع اشوف لي مقطع تختيم الاجنبي ولا شيء عشان اعرف ايش صار، لانه ما اتذكر والله من جد ما اتذكر، ابدا ما اتذكر. ممكن يكون جوا هذول، ما اني استبعد بقوة بعد، لانه ما اتذكر كذا انه كان نظام انك تاخذ مفتاح. يكون المفتاح مش اسمه لا يكون المفتاح كان لازم اجيبه معي ولا شيء. يا خوفي ان المفتاح كان لازم اجيبه معي، يا خوفي. بس وين المفتاح؟ طيب وين المفتاح؟ They grabbed me in Riften. They seem to think I know something. I damn well hope so. If it helps you twist, they're after some old guy named Esbern. Something to do with dragons. I gathered it from listening to them. I've seen a guy in Riften who they seem to think is him. Not much to go on. I don't even know where he lives or his name, but they seem pretty excited about it. That's it. Now, let's get out of here. Yeah. Whatever you want. But let's go, now. Listen up, spy. You're trapped in here, and we have your accomplice. Surrender immediately, or you both die. Ooh. Never mind. Jojo. I'm dead off. كان لازم اني اكلمه عشان كذا. Move slowly. طب ايش السالفة الحين؟
اوه في نفر، في نفرات جايين، يمكن لازم اذبحهم. استنوا 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 شوي. هتقولين لازم اذبحهم هم اثنين وسحرة وما ادري ايش. ثوانين. طيب هذا ما عندهم شيء. اوه اخيرا عطني هذه تراب دور كي، عطني اياهم كلهم، عطني كل شيء عندك. اشوف هذا ايش عنده. الله وش الموتة ذي. عطني الاشياء حقتك يا صديقي اللي مت اللي ساعدتني. وخلنا نهرب الحين من هنا. يلا مشينا. اخيرا اخيرا. يلا اشوفكم الحلقه الجايه.